بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في غش الرعية، أي غش الوالي لرعيته، أي ما جاء من الوعيد الشديد مما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الواجب على الوالي أن يهتم برعيته، والغش ضد النصح، الواجب على الوالي أن ينصح لرعيته، كما أن الواجب على الرعية أن تنصح أيضا للوالي، فتكون النصيحة متبادلة بين الراعي والرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على من ولاه الله رعية أن ينصح لها، والواجب عليها أن تنصح له أيضا، تكون النصيحة متبادلة بين الوالي والرعية حتى يتم أمرهم ويستقيم شأنهم. أما إذا حصل الغش حصل الفساد في الرعية، اختل الأمن وتفرقت الكلمة، حصل من الأضرار الشيء الكثير، فالولاية أمانة كما سبق، الولاية أمانة كما سبق، يسأل عنها الوالي يوم القيامة كما يأتي في الأحاديث. نعم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه. ما من راع يسترعيه الله، الله جل وعلا هو الذي يولي الولاة، لأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فالله ولاه إياهم قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. فالولاية منصب مهم، مسؤولية عظيمة، فكون الرعية هم الذين اختاروه أو هو استولى عليهم، إنما هذا بقضاء وقدر من الله. وأيضا الله شرع أيضا تولية الرعاة، تولية الولاة، لئلا تكون الأمور فوضى. فالراعي عليه مسؤولية عظيمة يجب عليه أن يقوم بها، فمن استرعاه الله رعية من الناس فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته
إلا حرم الله عليه الجنة، فلا وعيد شديد في غش الراعي للرعية. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، لم يحطها بنصحه، قد علمنا أن الغش ضد النصح. الواجب على الوالي أن يسوس رعيته بما يصلحها ويدفع عنها الضرر، وأن لا يسمح لأي خلل يدخل عليها. فهو معنى كونه راعي أنه مستحفظ على هذه الرعية، كالراعي للغنم والراعي للمواشي، لو يهملها لضاعت أو افترستها السباع. وكل راع له مسؤولية بحسبه، فهذا مما يوجب على الرعاة وولاة الأمور أن يبذلوا جهدهم فيما يصلح الرعية، وأن يدفعوا عنهم ما يضرهم. فمن الغش للرعية أن يتركوا على ما يريدون وما يشتهون، كالذي يقول حرية الرأي أو الديمقراطية، هذا غش. فالواجب على الوالي أن يحسم الأمر ولا يترك الأمر للرعاع والسذج يبدون آراءهم الضارة وينظر إلى أقوالهم، وإنما يأخذ الرأي من يأخذ الرأي من أصحاب الرأي والناصحين أصحاب التجربة، لا يأخذ الرأي من كل من هب ودب، لأن الناس إذا أعطوا الرأي كلهم أغلبهم يريد الأمور الفاسدة والأمور الضارة الشهوات المحرمة، يجب على الراعي أن يقف ضدهم وأن يسد هذا الباب، ولا يترك للمفسدين مجالا ويقول هذا من حقهم وهذا من حرية الرأي وهذا وهذا، كما نسمع الآن. الواجب على الوالي أن ينظر في المصلحة وأن يستشير أهل الرأي والمعرفة والخبرة والعلم، ويحزم الأمر ولا ينظر إلى من يريدها عوجا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفقة على الرعية. نعم، وهذا أيضا من مهمات الراعي والوالي، أن يشفق على الرعية وأن يرحمهم وأن لا يشق عليهم، وأن ينظر فيما يجلب راحتهم ولا يشق عليهم ولا يرهقهم أمرا يصعب عليهم كما يأتي، فهو ينظر في مصالحهم وينظر أيضا إلى ضعفائهم ومساكينهم فيرحمهم ويشفق عليهم، ولا يقتصر نظره مع الأقوياء أو مع ذوي الشان، بل أيضا الضعفاء والمساكين لهم حق ولهم رعاية، هم رعية من رعيته، يشفق عليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويدفع عنهم الضرر، ولا يسلط عليهم الأقوياء، بل إنه يكون نائبا عنهم فيما يرفق بهم ويصلح شأنهم. نعم. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي راع هو أول الرعاة وأول الولاة عليه الصلاة والسلام، وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه في هذا المنصب، منصب الولاية. قال الله جل وعلا له: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم. خفض الجناح معناه التواضع لهم، عدم الترفع عليهم. في الآية الأخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. آيتين من كتاب الله، أن الله أمر نبيه أن يتواضع لضعفاء أمته ورعيته، لأنهم بحاجة إلى العطف وبحاجة إلى جبر نقصهم. نعم. وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله، الباء حرف جر، وما هذه دخلت عليها، فبما هذه الماء هذه حرف صلة، حرف صلة، والأصل فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء ولم تمنعهما من الجر. فبما رحمة من الله، الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبك، لنت لهم أي لأصحابك، لنت لهم واستمعت لرأيهم واستشرتهم، فهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الولاة من بعده أن يقتدوا بذلك، وأن يلينوا لرعاياهم، يخفضوا لهم جناح التواضع، وأن يلينوا لهم في القول وفي العمل. لنت لهم ولو كنت فظا، والفظ معناه الشديد الذي في قلبه شدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكونه صلى الله عليه وسلم يلين لهم سبب لاجتماعهم، تآلفهم والتفافهم حول ولي أمرهم. وأما الفظاظة والغلظة فإنها سبب لنفورهم من ولي أمرهم. فهكذا ينبغي لولاة الأمور يتصفوا بهذه الصفة النبوية العظيمة. وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين في هذا الباب، لأجل أن يقتدي الولاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة من شق على رعيته أن الله يشق عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، عقوبة له، وأن من ولي أمرهم ورفق بهم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفق به، فإن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الحث على أن ولي الأمر يتجنب الأمر الذي يشق على الرعية من أوامره وتدبيراته وسياسته
وأن يتحرى الرفق دائما وابدا، ويأخذ بما هو الأرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فالرفق خير، فالوالي يتحرى ما فيه الرفق وما هو الأحسن لرعيته، ويتجنب ما فيه مشقة عليهم. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهو يضع سياسة عظيمة لولاة الأمور في أنهم دائما عندما يضعون الأنظمة أو يأمرون ويصدرون الأوامر أن يتحروا الرفق بالرعية، وأن يتجنبوا المشقة على الرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاحتجاب دون الرعية. مما يجب على الوالي أيضا أن يستقبل الرعية ويسمع إلى شكاواهم وطلباتهم مباشرة بينه وبينهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك، أنهم لا يمنعون الناس من الوصول إليهم ورفع طلباتهم لهم، وينظرون فيها مباشرة. هذا هو الواجب على الراعي. فإن احتجب، أي جعل حاجبا بينه وبينهم، لا يدخلون عليه ولا يتكلمون معه في شؤونهم، فإن الله جل وعلا يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته، لأن الجزاء كما سبق من جنس العمل. أعيد الحديث. باب الاحتجاب دون الرعية. نعم. عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. خلتهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي ولأبي داود عن عمرو بن مرة الجهني نحوه، وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي نصح معاوية رضي الله عنه لما ولاه الله أمور المسلمين، صار أمير المؤمنين. فهذا فيه أن ولي الأمر تبذل له النصيحة من قبل العلماء، فهذا الصحابي نصح لولي الأمر وروى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه إياه. هذا فيه أنه يجب على العلماء أن يبلغوا ولي الأمر الأحاديث الخاصة بالولاة لأجل أن يمتثلوها، وأن يناصحوا ولاة الأمور. وهذا يكون مباشرة مع ولي الأمر، يخاطبه به بينه وبينه، لا أنه يتكلم بهذا غائبا عنه، فإن هذا لا يجدي شيئا بل يجر شرا. تكون النصيحة بين الوالي وبين الناصح سرا بينه وبينه. فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه
ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ولاه الله أمر المسلمين احتجب دون حاجتهم وخلتهم، والخلة فتح الخاء شدة الحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وخلته، لأن الجزاء من جنس العمل، والناس يعرضون على رب العالمين يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا، يعرض الولاة والرعايا والأفراد يعرضون على الله سبحانه وتعالى، يجازي كلا بعمله ويحاسبه. فلذلك معاوية رضي الله عنه جعل ناظرا ينظر في حوائج الناس ينوب عنه في ذلك. هذا فيه أن ولي الأمر إذا لم يستطع مباشرة كل أعمال الناس وأعمال الرعية لا بأس أن يقيم من يثق به ومن فيه الكفاءة ليحل مشاكل الناس. ففيه اتخاذ الوزراء الصالحين الذين يساعدونه على مهام الرعية، لأنه بشر يعجز عن مباشرة كل أمور الناس، خصوصا إذا كثرت رعيته مثل معاوية رضي الله عنه، إنه تولى على المسلمين عموما في على وجه الأرض، تولى عليهم عموما، لذلك احتاج إلى من يعينه على مهام الولاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحاباة في الولاية. مما يجب على ولي الأمر أيضا أنه يولي الأعمال الأكفى من الناس الذين يقومون بها، ولا يحابي فيها أحدا، صديقا أو قريبا، لا يحابي بالولايات من لا يقوم بها، بل الولاية أمانة، كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. فالوظائف التي تحت نظر ولي الأمر هي أمانات تمن عليها، فيجعل في كل عمل من يصلح له من الأكفياء الثقات، ولا يحابي أحدا من الناس وهو لا يصلح لهذا الأمر، وإنما يريد نفعه بهذا العمل، هذا أمر لا يجوز، وهذا يفسد السياسة ويفسد أحوال الرعية. إذا تولى مهام الناس غير أكفياء ضاعت الأمور، دخلها الغش والغدر والقصور. فهذا فيه أن ولي الأمر يختار للمناصب من يقوم بها على الوجه المطلوب دون نظر إلى قرابته أو إلى صداقته أو إلى محبته له، وإنما يولي الأمور من يقوم بها. هذا من النصح للرعية. نعم. أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا يزيد إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية
هو أخو معاوية ابن أبي سفيان، وقد ولاه على الشام، واستمر وليا على الشام إلى أن توفي، ثم خلفه من بعده معاوية أخوه، معاوية بن أبي سفيان، وكان رجلا، كان يزيد رجلا فاضلا عادلا، ساس الرعية، ساس الولاية سياسة حسنة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حذره من أن يولي قرابته محاباة لهم، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك بأن الله جل وعلا يدخله النار، يدخله جهنم، الذين يحابون في المناصب ويؤثرون بها من ليس من أهلها، أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جهنم يوم القيامة، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. والصرف قالوا هو الفريضة، والعدل هو النافلة، والعدل هو النافلة والعكس. وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا مما يدل، هذا وعيد آخر، وعيد أن عليه اللعنة، ووعيد ثلاثة أنواع من الوعيد: أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الوعيد الثاني أن الله يدخله جهنم، الوعيد الثالث أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هذه أنواع من الوعيد تجعل ولي الأمر على حذر في تولية المناصب التي هي مهام الرعية، أن يوليها لمن ينصح فيها ويقوم بها على الوجه المطلوب. نعم. وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهذا أيضا وعيد شديد، أن من ولى رجلا في عصابة، يعني في جماعة ولو كانت قليلة، عصابة من الناس، جماعة من الناس لها شأن، من ولى عليها ورأس عليها رجلا وفيهم من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله، هذه خيانة. الواجب أن يولى الأصلح، الواجب، هذا يدل على أن على ولي الأمر أن يولي المناصب الأصلح من الناس، فيختار الأصلح للولاية مهما أمكن ذلك من يقوم بها. والصلاح والصلاحية تختلف في الزمان والمكان، فالأمثل فالأمثل، ما يمكن الكمال من كل وجه وأن لا يولى إلا من هو كامل، لكن الأمثل فالأمثل، أحسن الموجودين يولى، أحسن الموجودين الأصلح منهم على حسب حالهم. هذا في الولاية الخاصة العصابة، فكيف بالولاية العامة؟ الأمر آكد في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجور والظلم وخطر الولاية. من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور، الجور وهو ضد العدل، الجور وهو ضد العدل، والظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه. فمن أخطر ما يصادف الولاة والمسؤولين الجور والظلم. نعم. قال: باب الجور والظلم وخطر الولاية. خطر الولاية، أن الولاية مسؤولية، كما سبق في الدرس السابق أن الولاية مسؤولية، وأن الإنسان إن سألها وكل إليها، وإن لم يسألها أعين عليها، كما سبق: لا تسأل الإمارة
فإنك إن سألتها فإنك أن أعطيتها من غير مسألة فإنك أن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. فخطر الولاية شديد، الجور والظلم وخطر الولاية. والجور عرفنا ضد العدل، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أخذ الحق وإعطائه لغير مستحقه، هذا ظلم. إذا وضعت الحق في غير صاحبه، إذا وضعت الحق بيد غير صاحبه فقد ظلمت. والظلم يكون للناس في أموالهم، ويكون في دمائهم، ويكون في أعراضهم. الظلم ظلمات يوم القيامة. الغيبة ظلم، والنميمة ظلم في الأعراض، والقذف والسب والشتم هذا ظلم في الأعراض، والظلم في الدماء والأنفس، الاعتداء على الناس بالقتل والضرب وغير ذلك، والاعتداء في الأموال هو أخذها بغير حق، أخذ أموال الناس بغير حق. وكل هذه أمور تعرض لها الولاة إلا من عصم الله، فيجب على الوالي أن يحذر هذه الأمور، لأنه تولى مهمة صعبة مسؤول عنها يوم القيامة. ليس الأمر في الدنيا وينتهي، تعاد هذه الأمور يوم القيامة في أحرج المواقف، ولا يجد الإنسان يوم القيامة إلا ما قدم، لا يجد مالا، لا يجد ما يتفادى به ما حصل منه إلا الحسنات يوم القيامة أو النار، الحسنات أو النار، نسأل الله العافية. نعم. أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. هذا ضد الجور، هذا لم يعدل، هذا هو الجور ضد العدل. فمن تولى من أمور هذه الأمة شيئا قليلا أو كثيرا، ولاية خاصة أو ولاية عامة، ثم لم يعدل فيه إلا كبه الله يوم القيامة في النار على وجهه، هذا وعيد شديد تعرض له من تولى شيئا من أمور المسلمين، حتى ولو كان وظيفة صغيرة وتحتها مسؤولية والناس يراجعونك، فهذه مسؤولية، عليك بالعدل وعدم الجور وقضاء حوائج الناس وعدم تأخيرها والمشقة عليهم. نعم. ونهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، أوصاه بوصية، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى، النصارى نجران، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. هذا محل الشاهد من الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه أن ولي الأمر إذا ولى أحدا على أمر من أمور الرعية أنه يتقي دعوة المظلومين، لا يظلم أحدا، حتى ولو كان في الرعية من هم غير مسلمين كالنصارى واليهود
من هم غير مسلمين ممن يدفعون الجزية ولهم عهد عند المسلمين فلا يجوز ظلمهم ولو كانوا غير مسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فواجب العدل، واجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، واجب العدل لا سيما الولاة الأمور والمسؤولين، يجب عليهم العدل بين الناس وعدم الجور عليهم والظلم وأخذ أموالهم بغير حق. حتى الذي يجبي الزكاة، الذي يجبي الزكاة لا يأخذ أكثر مما يجب إلا بطيبة من نفس الدافع، طيبة من نفس الدافع، ولا يأخذ الكريمة من الأموال يعني الجيدة، كما أنه لا يأخذ الردي، ولا إنما يأخذ المتوسط، يأخذ من في الزكاة من متوسط الأموال، لا يأخذ الجيد إلا بإذن صاحبه ورضاه، ولا يأخذ الردي لأن هذا يضر الفقراء، بل يأخذ المتوسط. هذا هو العدل. قال: ليس بينها وبين الله حجاب، أنها لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد ولو كان كافرا، فإن الله ينتصر للمظلوم إما عاجلا وإما آجلا. نعم. ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. مخيطا، غلولا يا شيخ، مخيطا، المخيط آلة، آلة الخياط. نعم. من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. نعم. الواجب على جوباة الزكاة الذين يوليهم وهم السعاة، يسمون السعاة والجوباة، يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة وقبضها من أصحاب الأموال، الواجب عليهم أن لا يأخذوا شيئا من الناس من باب الهدية أو من باب الرشوة، فإن من أخذ شيئا سواء أخذها من الناس أو أخذها من الزكاة بدون إذن ولي الأمر، إن أخذها من الناس فهي رشوة، وإن أخذها من المال الذي جباه فهذا غلول، هذا يعد من الغلول. فإذا أخذ من مال الزكاة فهو كمن أخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها دون إذن ولي الأمر، فإن هذا غلول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال وهم الذين يجبون الزكاة إذا أخذوا الهدايا من الناس إن هذا من الغلول ومن الرشوة. وقد استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الزكاة، فجاء بالزكاة وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولانا الله عليه ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا مخيطا وهو الآلة التي تخاط بها الثياب ونحوها،
فما فوقه يعني وما هو أكثر منه يأتي به يوم القيامة. وذلك لقوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا، إن كان بقرة، إن كان شاة، إن كان غير ذلك، يأتي به يوم القيامة. فليحذر من يتولى أموال الرعية وأموال الدولة، ليحذر من هذا الأمر، وأن يخون وأن يأخذ شيئا لم يؤذن له فيه. نعم. وليحمد عن أبي هريرة مرفوعا: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء. ويل كلمة عذاب ووعيد، وقيل واد في جهنم. ويل للأمراء يعني إذا لم يعدلوا في إمارتهم. ويل للعرفاء وهم المقدمون في القبائل الذين يكونون بين ولي الأمر وبين القبيلة، يعرفون بقبائلهم إذا لم يتحروا العدل في ذلك. ويل للأمناء وهم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال، وكذلك الذين يؤتمنون على أموال الناس الخاصة. كل أمين، كل من أؤتمن على شيء، على مال، سواء كان مالا عاما للدولة أو مالا خاصا للأفراد، فهذا ويل له إذا لم يحفظ هذا المال، إذا أخذ منه شيئا أو ضيعه فإنه يلقى الويل يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم يعني شعورهم معلقة بالثريا، بنجم الثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض. تعلمون لو أن الإنسان علق بشعره ماذا يكون، فكيف إذا علق بالثريا؟ لو علق في جدار أو في خشبة، فكيف إذا علق بالثريا بين السماء والأرض يتذبذب من شدة ما يلقى والعياذ بالله؟ أنها لو علقوا بالثريا لكان هذا أسهل عليهم من أن يتولوا أمرا ولا يقومون به في الدنيا. فهذا فيه الوعيد الشديد على أن من تولى أمرا، إما إمارة وإما عرافة وإما أمانة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مسؤوليته، وأن يقوم بها على الوجه المطلوب، ولا يتخذها مغنما يغتنمه ويخون فيه ويأخذ لنفسه أو لغيره، فهذا أمر خطير جدا. الولايات ليست الولايات والوظائف ليست مغنما أن الإنسان يأخذها ليغنمها لنفسه ويترفه فيها، وإنما هي أمانة يحملها ويتحملها وهو مسؤول عنها يوم القيامة. إذا غفل عنه ولي الأمر أو تساهل أو غفل عنه الرقبة في الدنيا، فإن الله سبحانه ليس بغافل عنه، وهو يحصي عليه أعماله ويحصي عليه تصرفاته، وسيحاسبه يوم القيامة عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ولاية من لا يحسن العدل. نعم، أنه لا يجوز أن يتولى الولاية من لا يحسن القيام بها، وما عنده هوى ولا عنده ظلم ولا عنده إرادة سيئة، لكن لا يحسن، هو لا يحسن العمل. فإذا كان لا يحسن العمل لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، ولو كان إنه نزيه وطيب وتقي
ولكنه لا يحسن العمل لا يدخل فيها، لا يتولى الشيء إلا من يحسن القيام به. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن الزهاد الأتقياء رضي الله تعالى عنه، من فضلاء الصحابة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، ضعيفا عن القيام بالمهام، وليس ضعيفا في دينه ولا ضعيفا في علمه، لكنه ضعيف في القيام بالمهمة لا يحسنها. إني أراك ضعيفا، فلا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هكذا ولي الأمر يحب للناس ما يحب لنفسه، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك يحب لأمته ما يحبه لنفسه. فهذا فيه أن ولي الأمر يكون ناصحا لرعيته، فلا يولي أحدا لأنه لا يحب لنفسه أن يتولى شيئا لا يحسنه، وكذلك لا يولي غيره من لا يحسن هذا الشيء. فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. نهاه عن الإمارة وعن الأمانة. الأمارة وهي الولاية ولو على اثنين، فكيف الولاية على جماعة أو على دولة أو على وهو ضعيف لا يحسن تصريف الأمور؟ ولا تلين مال يتيم، لأن مال اليتيم يجب حفظه، يجب حفظه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم شيء رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فأموال اليتامى لا يجوز تركها وتضيع، يجب حفظها، وأن يتولى عليها من هو كفء لحفظها وتنميتها ورعايتها، لا يتولاها الضعيف الذي لا يحسن التصرف في الأموال. أبو ذر رضي الله عنه كان منصرفا إلى العبادة وإلى التقى والزهد والورع، ولم يكن مهتما بأمور الدنيا، لم يكن مهتما بأمور الدنيا، فلذلك ما كان يحسنها رضي الله تعالى عنه. لذلك نصح له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن ولي الأمر لا يجوز له أن يولي الضعيف الذي لا يستطيع القيام بالمهمة الوظيفية. نعم. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. هذا خطر عظيم في أمر القضاء، لكنه لا بد منه، لا بد من قضاة للمسلمين، لكن هذا مما يؤكد على القاضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إذا تولى القضاء أن يتقي الله عز وجل. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به، هو عالم وقضى بالحق، هذا في الجنة. ورجل عرف الحق وقضى بغيره بخلافه، هذا في النار والعياذ بالله، لأنه عصى الله على بصيرة وظلم وجار فهو في النار. ورجل قضى بجهل
ليس عنده علم قضى بجهل فهو في النار، لأنه لا يجوز له أن يقضي بغير علم حتى ولو أصاب، لا يجوز له ذلك، لا يجوز. يشترط، هذا يدل على أنه يشترط في القاضي أمران: الأمر الأول العلم فيما يقضي به، والأمر الثاني العدل في القضاء. فإن اختل شرط من هذين الشرطين فإن القاضي يكون في النار، إن فقد العدل ووجد العلم فهو في النار، إن فقد الاثنين فهو في النار، وحتى لو فقد العلم حتى ولو كان عادلا فهو أيضا في النار على ظاهر الحديث، لأنه لا يجوز له أن يقضي بجهل. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. نعم، سبق لنا في الحديث القضاء، والقضاء هو بيان الحكم مع الإلزام به، وأما الإفتاء فهو بيان الحكم من غير إلزام به، بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به، هذا هو الإفتاء. الناس بحاجة إلى القضاة وبحاجة إلى المفتين، لكن يجب على المفتي أن يتقي الله، وأن لا يقول بغير علم، وأن لا يفتي الناس بجهل أو بهوى، يتقي الله، فإنه يتحمل إثم من أفتاه، يتحمل إثم من أفتاه. وأما المستفتي إذا لم يكن يعلم أنه أفتاه بغير علم أو أفتاه بغير الحق، إذا لم يكن يعلم فإنه معذور وإثمه في ذمة المفتي. أما إذا كان يعلم أنه على غير علم أو أنه على غير حق وأنه أفتى بغير حق فلا يجوز له، فلا يقول هذا بذمة المفتي، إذا كان يعلم فهو في ذمته أيضا، ذمة الاثنين المفتي والمستفتي، إنما هذا في الذي لا يعلم، أحسن الظن بهذا العالم فسأله، أو أحسن الظن بهذا الشخص وظنه عالما فسأله فأفتاه بغير علم أو أفتاه بغير الحق. وفي الحديث: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والله سبحانه وتعالى قال قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان في عافية ولا يقدم على الفتوى. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى وهم علماء، كانوا يتدافعون الفتوى، إذا سئل أحدهم أحال على أخيه قال: اسأل فلانا، لما يعلمون من خطر الفتوى، كانوا يتدافعونها، كل يدفعها إلى الآخر ليتقي شرها. أما في زماننا هذا فهم يتدافعون إلى الفتوى، يتهافتون عليها من غير خوف من الله سبحانه وتعالى، وكل يفتي برأي، حتى في المسألة الواحدة تجد أنهم مختلفون فيها، لأنهم ليس عندهم علم، والذي ليس عنده علم يضيع، أو أن عندهم العلم لكن يريدون الهوى والشهوة ويريدون إرضاء الناس والتماس ما يصلح للناس بزعمهم، وأنهم ليسوا متشددين ولا متحجرين ولا إلى آخره. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يدخل في الفتوى،
إلا عند الضرورة. وإذا كان عنده علم، إذا كان عنده علم واضطر إلى أنه يفتي يفتي، أما ما دام أنه في عافية أو ليس عنده علم فإنه لا يدخل فيها ويبتعد عنها مهما أمكن. والمفروض أن توكل الفتوى إلى جهة، إلى شخص معين أو إلى جهة معينة، يضبطون الناس ويضبطون الفتوى، لا تكون الفتوى فوضى، كل يفتي في الصحف والمجلات وفي الإذاعة والتلفاز والفضائيات، هذه أمور خطيرة جدا، جعلت الناس الآن في حيرة وفي اضطراب، وفتحت المجال للمتلاعبين. ما أحد الآن ما يجد من يفتيه، الفتوى ميسورة والمفتين ما شاء الله عدد النجوم، فلذلك ضاعت الأمور وضاعت الفتوى ورخصت على الناس، صارت الفتوى من أرخص شيء على الناس. فالواجب تعظيمها شأن الفتوى، الحذر منها، وأن يعلم أن الذي أنك أن تعلم أنك إذا أفتيت شخصا فإنك تحملته أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت تقول عن الله جل وعلا إن هذا حرام وهذا حلال، تقول الله حرم هذا أو أن الله أباح هذا، فانظر موقفك أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ثم انظر موقفك من هذا الشخص الذي أضللته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فأمر الفتوى خطير جدا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الأمانة في البيع والشراء والكين والوزن. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. على الوالي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ الإجراءات السليمة مع الرعية، ولا أظنهم إذا أحسن في سياسته وفي سلوكه لا أظن أن الرعية تختلف عليه، بل إن الله يهديهم، وكما انقادوا للولاة الصالحين من قبل إنهم ينقادون بإذن الله، ولكن إذا ساء تصرف ولي الأمر ساءت تصرفات الناس. نعم. لحظة يا شيخ، سكر اللاقط يا شيخ. شيخ عبد الكريم في لاقط مفتوح. أعيد السؤال يا شيخ. لا تأخذ من العمل لا أقلاما ولا أوراقا إلى بيتك، إنما تكون الأقلام والأوراق في المكتب، إلا إذا احتجت شيئا خارج المكتب للعمل، إذا احتجت شيئا خارج المكتب للعمل فإنك تأخذ بقدر الحاجة وترد،
ترد ما زاد عن ذلك أو ما بقي. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، بعض الموظفين يكون في الدوام الرسمي نائم بحجة أنه لا يوجد مراجعين لديه أو قليل المراجعين في مكتبه الحكومي، فهل نومه أثناء الدوام يكون تضييعا للأمانة؟ وقت الدوام هذا للعمل ليس للنوم، فعليه أن يكون متيقظا، وعليه أن ينتظر من يأتي لقضاء شأنه. لكن لو غلب النوم أو النعاس بدون قصد هذا لا حرج عليه، أما أنه يتعمد، أما أنه يتعمد وينام وقت العمل هذا لا يجوز له، خصوصا وأن بعضهم أو كثيرا منهم ابتلي بالسهر في الليل ثم يأتي للعمل وهو منهك من السهر، فهذا لا يجوز له، لأن ما هو المقصود وجود جسمه في مكان العمل، المقصود وجوده متيقظا ومنتظرا للمراجعين وأن يشتغل بأعمال الوظيفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يكثر في بلادنا الاختلاف بين القبائل على الأراضي، فهل إذا عرف أن المنطقة الفلانية ديار بني فلان وساكنهم عبر التاريخ يملكون المنطقة بحيث يحرم اعتداء أي قبيلة أخرى على أراضيهم، وهل يدخلون في عموم لعنة العرب الله من غير من أراضي الأرض وعموم من ظلم قيد شبر إلى آخره، هذا سؤال طويل أخذ علينا الوقت، ولكن هذه مسألة قضائية، الخلافات والنزاعات في الأموال والأراضي هذه يرجع فيها إلى المحاكم، المحاكم الشرعية، نحن لا ندري عن حقيقة الأمر. أما ما سألت عنه من تغيير المراسيم وحدود الممتلكات هذا أمر محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، وفسروا منار الأرض بأنها المراسيم التي تكون بين أملاك الناس، المراسيم التي تنصب على حدود أملاك الناس إذا أفرزت الحقوق وصرفت الطرق ووضعت هذه المراسيم فلا يجوز تغييرها، فمن غيرها فهو ملعون. نعم. أحسن الله إليكم. هل يحب للمسلم أن يشارك في الانتخابات التي أجرى في هذا العصر، وخصوصا أنه يعلم أن رئيس الدولة الذي سيثبت له لا يطبق الشريعة الإسلامية؟ الانتخابات ليست من إجراءات المسلمين، إنما هي من إجراءات الغرب. المسلمون عندما يولون وليا فإن الذي يختاره أهل الحل والعقد منهم، أهل الحل والعقد يختارون الوالي والبقية تبع لأهل الحل والعقد، هذا نظام الإسلام في الولايات وتولي الولاة، أنهم يبايعه أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ومن لهم شأن في ورأي في الناس، وأما البقية الرجال والنساء والعوام فإنهم والقبائل فإنهم تبع لأهل الحل والعقد. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تطبيق المحارم في الجسد عند الاستقبال أو الوداع، حيث أن هذه العادة تنتشر في بعض الأماكن؟ تقبيل المرأة ذات الرحم، قبلها على رأسها، قبلها على رأسها ولا يقبلها في خدها أو في أو على فمها أو في مواضع الفتنة، إنما يقبلها على رأسها. نعم. قال الله الأخبار في المدينة النبوية، ونتقل الآن
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو رأي الدين في سد الفرجات في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ يجب سد الفرج في الصف، ولا يجوز أن يبقى في الصف فرج. كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويأمر بسد الفرج ولا يتركوها للشيطان تخلل من بين الصفوف. هذا هو الواجب على الإمام، أن يهتم بالصفوف من خلفه في الاعتدال والتراص فيها، سد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أبو توفي وتوفي موته وعرف الورثة أنه تاجر مخدرات، هل يجوز للورثة الأخذ من هذا الميراث وجزاكم الله خيرا؟ الذي يرى أنه حرام لا يأخذ منه، والذي لا يعلم لا بأس، الذي لا يعلم أنه حرام فالأصل الحل، أما الذي يعلم أن هذا المال حرام فلا يأخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كشف المرأة وجهها في الشارع والطرقات أمام الرجال والأسواق؟ هل هو حلال أم حرام؟ المرأة كلها عورة، إذا خرجت إلى الشارع أو خرجت من بيتها إلى المسجد أو غيره فإنها كلها عورة، تستر جميع بدنها بالملابس، ويكون فوق الملابس الغطاء العام وهو الجلباب أو العباءة، هكذا تكون المرأة المسلمة ولا تبدي شيئا من، والوجه هو أعظم الفتنة في المرأة، والناس إنما ينظرون إلى وجهها لأنه مركز الجمال ومركز النظر، نظر الرجال إليها، فلتتق الله المسلمات، استرن وجوههن، ولا ينخدعن في قول من قال إن الوجه ليس بعورة ولا يجب ستره، هذا قول خاطئ مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، ومخالف أيضا للحشمة. كل امرأة تعلم أن وجهها عورة، كل امرأة تعلم هذا، والرجال يعلمون أن الوجه فتنة لكن يخادعون ويراوغون، وإلا كل يعلم أن وجه المرأة لا سيما الجميلة والشابة أنه فتنة، وما دام أنه فتنة فيجب ستره. يا سبحان الله، تستر قدميها وأصابعها ولا تستر وجهها، من يقول هذا؟ نعم. أكمل الأسئلة يا شيخ. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. ما رأي فضيلتكم بقائمة عريضة من الأدعية التي تؤدي طيبة شهر رمضان في صلاة الوتر؟ نرجو من فضيلتكم رد الموافقين وجزاكم الله خيرا. إيش يقول؟ أعد هذا السؤال. ما رأي فضيلتكم بالقائمة العريضة من الأدعية التي ترد طيلة شهر رمضان في صلاة الوتر؟ نرجو من فضيلتكم ردا وافيا وجزاكم الله خيرا. القنوت في الوتر في رمضان وغيره، القنوت في الوتر في رمضان وغيره سنة، وورد في دعاء القنوت حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الحديث، وهو ليس بالطويل. وإذا اختار أدعية من الكتاب والسنة أو موافقة لما في الكتاب والسنة فلا بأس، زيادة على ما ورد، إلا أنه لا يطيل بحيث يشق على المأمومين، لا يطيل الدعاء ويختار الأدعية الجوامع، ولا يطيل الدعاء يشق على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة المأمومين: أيكم أما الناس فليخفف.
فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فالإمام يراعي أحوال المأمومين ويختار من الأدعية أجمعها وأخصرها. نعم. نظر المرأة إلى الرجل لأجل الحاجة لا بأس بذلك، أما نظرها إليه من أجل الفتنة أنها معجبة به وتنظر إليه نظر فتنة وشهوة لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة وهو لا ليس زوجا لها، إنما تنظر لأجل الحاجة فقط من غير فتنة لا بأس بذلك. نعم. هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم المساهمة في الادخار لأنه ربا، يأخذون منك نقودا قليلة ثم يضيفون إليها زيادة، هذا ربا. نعم. ويتاجرون فيها بالربا، يقتطعون من رواتب الموظفين ويتاجرون فيها بالربا والبنوك ثم يردون على صاحبها المبلغ وزيادة من الربا الذي حصلوا عليه، هي لا تجوز. أما لو كانوا يأخذونها من راتبك ويتاجرون بها متاجرة مباحة، تاجرون بها متاجرة مباحة، هذه مضاربة، تعتبر مضاربة لا بأس بذلك، لكن الواقع أنهم يضاربون بها في البنوك بالفوائد الربوية ثم يعطونك بعض فوائدها ومع رأس مالك والباقي يأخذونه. نعم. لا يجوز هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام في من كانت مع جماعة ومن كانت وحدها، الحديث عام، والذي يدعي أنها إذا صارت مع جماعة لا تحتاج إلى المحرم من أين له التخصيص؟ يأتي بدليل صحيح يخصص هذا العموم، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في الغزو في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له: ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع أن امرأته مع الركب من الصحابة حاجين، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأنها مع جماعة، بل أرجع زوجها من الغزو ليصحبها. نعم. هذا ليس نذر تبرر، إنما هو نذر يمين، تريد أن تمنع نفسها من هذا العمل، فهو يجري مجرى اليمين.
وليس عليها صيام، إنما عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. نعم. هذا جهل، هذا جهل منه، ما وردت صفة الهرولة لله، أن الله يقال له المهرول، ما ورد هذا، إنما ورد من جاءني يمشي أتيته هرولة، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، لكن هذا يمكن ما درس العقيدة وضوابط الأسماء والصفات. وآفتنا من هذا الجنس الذي إذا قرأ حديثاً أو آية استنبط منها هو دون أن يرجع إلى كلام العلماء ودون أن يرجع إلى ضوابط الأسماء والصفات. نعم. هذا أمر موكول إليهم، هي تدخل عليها وهو يدخل عليها، الأمر سهل فيها. نعم. هذا مجمل تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالعمل داخل في الإيمان، لكن ليس كل من ترك شيئا من العمل يكون كافرا أو يسلب عنه الإيمان، الأعمال تختلف، إن ترك الصلاة إنه يكون كافرا كما صحت بذلك الأحاديث، أما بقية الأعمال فتركها ينقص الإيمان، مثل لو يكذب، لو يظلم، لو يسرق، لو هذا لا يكفر بذلك، إنما يكون ناقص الإيمان، فالأعمال منها ما تركه كفر ينافي الإيمان، ومنها ما تركه ينقص الإيمان ولا ينافيه، إنما عند الخوارج هم الذين يقولون العمل كله إذا تركه من غير تفصيل فإنه يكفر، ولذلك يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا ضلال، لا بد من التفصيل، وهذه أمور صعبة لا يتخرج منها إلا العلماء الذين عرفوها ودرسوها، أما طلبة العلم فلا نرى أنهم يدخلون في هذه الأمور حتى يتعلموا ويتثبتوا من كلام أهل العلم، لأن المسألة خطيرة، تكفير وعدم تكفير، فإما أن تكفر مسلما وإما أن تحكم بالإسلام لكافر، هذا لا يجوز، نتيجة للجهل، يجب أن نفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن هذه الدروس التي تتعلق بولاة الأمر تعد من النصيحة لهم علانية؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نشرحها، وليست من مسبة ولاة الأمور، إنما هي تبليغ للعلم فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يطوف على مسجد الحسين وهو جاهل من أمره، هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟
الطواف بغير الكعبة، طواف على القبور، إن كان يطوف لله ناوياً أن هذا الطواف لله يظن أنه مشروع هذا بدعة، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالبيت العتيق. فمن طاف لله يتعبد لله بمكان غير البيت العتيق فهو مبتدع. أما إذا طاف يتقرب إلى القبر، يطوف لصاحب القبر ويتقرب إليه، هذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل قلنا له أن حفلات الزواج التي يوجد بها منكر لا يجوز الحضور فيها إلا إذا كان يستطيع أن يغير المنكر، فقال: أنتم عطلتم الإنكار بالقلب، فما جوابكم على قوله؟ وكيف يكون الإنكار بالقلب؟ الإنكار بالقلب يفارق المكان، لو كان منكرا بقلبه لم يجلس معهم في الحفل، يفارق المكان ويبتعد عن المنكر، هذا الإنكار بالقلب. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: أنكرت على أحد طلبة العلم تعاطيه للغيبة، فقال لي: لا تشدد علينا، فإن الغيبة داء العلماء، وهذا الوصف موجود في كتب أهل العلم أنها داء العلماء، فما رأي فضيلتكم؟ هذا مخالف لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا يقول اغتابوا ولا بأس، لأن هذا شغل العلماء، حتى كذب على العلماء أيضا، هذا كلام جاهل ومغرض ولا يلتفت إليه. الغيبة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فلا يجوز التهاون في أمر الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أخرج كفارة اليمين في هذا الوقت من ناحية الإطعام، وما مقداره حاليا؟ المقدار 15 كيلو على 10 فقراء، كل واحد كيلو ونصف، كل واحد كيلو ونصف، 16 كيلو على 10 فقراء. إن وجدتهم في بيت 10 أو أكثر ادفع لهم الكفارة، إن كانوا يقلون عن 10 ادفع لهم بقدرهم، وادفع الباقي لغيرهم حتى تكمل 10. نعم. أثابكم الله. امرأة طهرت من نفاسها بعد 20 يوما من ولادتها، وكان ذلك في رمضان، وأرادت أن تصوم، فهل يصح ذلك أم لا بد أن تكمل 40 يوما؟ لا يجوز لها أن تفطر. إذا انقطع عنها الدم خلال 40 فإنها تغتسل وتصوم، لأن الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره. من النساء من لا يحصل عليها نفاس، ومنهن من يكون دمها قليل أيام ثم ينقطع، ومنهم من تبلغ 40، لكن آخر حد للنفاس 40 يوما عند جمهور أهل العلم، آخر حد 40 يوما. فإذا بلغت 40 ولم ينقطع فإنها تغتسل وتصلي، ويكون هذا الدم ليس نفاسا، إنما هو دم نزيف. نعم. ثابكم الله. أما إذا انقطع قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد عليها تجلس، والذي صامته في الوسط هذا صحيح. نعم. أثابكم الله. ما حكم صف القدمين حال السجود؟ المهم أن تسجد على أطراف القدمين، تصفين أو تفارق بينهم ما يخالف، المهم أنك تسجد على الأعضاء 7 ومنها أطراف القدمين. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الأكل من الذبيحة التي تذبح لله بقصد إنزال المطر؟ ما تذبح، هذه بدعة، ما تجوز، ما تذبح لله بقصد إنزال المطر، هذا ما ورد، فهو بدعة ولا يجوز أكله، لأن أكلها إجازة لها، أكلها إجازة لها، وهي بدعة تدعى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال.
يقول: شاب مقبل على الزواج وقد ابتلاه الله جل وعلا بمرض مزمن في القلب، فهل يخبر به من يتقدم لخطبتها؟ نعم. يقول: شاب مقبل على الزواج وقد ابتلاه الله عز وجل بمرض مزمن في القلب، فهل يخبر به من يتقدم لخطبتها؟ نعم، يخبر بأنه عنده مرض مزمن، ما يجحد هذا، يخبر بذلك، هذا من باب الصدق، لأن لو لم يخبرها وتبين في مرض وهو لم يخبرها به يخشى أن تفسخ منه، فيخبرها وتدخل على بصيرة، فإذا دخلت ورغبت به فإنها ليس لها الفسخ بعد ذلك لأنها رضيت به. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.